مرحبا، معكم نتالي العزل من مركز الخوارزمي، واليوم رح احكي لكم عن تخصص البايوميديكال انجينيرينج. تخصص جدا مطلوب وجدا فيه فرص للعمل. قبل ما اكمل الفيديو بليز تعملوا لايك وسبسكرايب على اليوتيوب وفولو على الانستغرام والفيسبوك، بتلاقوهم تحت بالصندوق الوصف، وكمان بتلاقوا اللينك تبعنا للي حابب يستفسر او للي حابب يتواصل معنا. تخصص البايوميديكال انجينيرينج او تخصص الهندسه الطبيه الحيويه هو تخصص هندسي بس بربط ما بين تخصص الطب والهندسه والاحياء والعلوم. هذا التخصص هو عباره عن دراسه جسم الانسان على طريقه هندسيه بشكل هندسي يعني. وهذا التخصص بدرس جسم الانسان او اي جسم اخر حي يعني بدقه وبتفاصيله. التخصص هذا له تخصصات كثيرة، يعني بعد ما تخلص دراستك من هذا التخصص فيك تتخصص بكذا مجال مختلف، ومنهم هندسة الأنسجة، ميكانيكا حيوية، هندسة المواد الحيوية، معالجة إشارات الحيوية، هندسة أعصاب، وهندسة جينات. وهلا رح أذكر بعض من مواد الهندسة الطبية الحيوية اللي بتشابه موادها مع الهندسة أو أي تخصص هندسي آخر. أول شيء في engineering workshop، ورشة عمل، هندسة ورشة عمل. ثاني شيء في engineering drawings، رسم المهندس يعني رسم engineering، وcalculus تفاضل وتكامل. في كمان فيزياء وكيمياء. Intermediate analysis تحليل وسيط، وintroduction to engineering انه كيف نتعرف او التعرف على الهندسة. من موادها الإجمالية في مادة أعضاء وتشريح، تحاليل، مختبرات، مواد طبية، دراسة الأجهزة الطبية، ميكانيكا حيوية، كيمياء حيوية، وكيمياء عضوية، وبيولوجي in general يعني العلوم او البيولوجيا بشكل عام. بما أن التكنولوجيا لسه عم بتطور والعلم لسه عم يتطور، فهذا التخصص دائما مطلوب وفرص عمله دائما كتيرة. ومن الأشياء اللي ممكن يشتغل فيها الطالب بعد تخرجه من هذا التخصص، مثلا ممكن يشتغل بالمستشفى، بعيادات، بمختبرات، بمصانع أدوية، وكمان ممكن يشتغل الطالب بشركات إلكترونيات طبية والقطاع الأكاديمي، يعني ممكن يكون مثلا بروفيسور أو تيتشر بشي مدرسة. وهلأ رح أحكي لكم عن متوسط دخل مهندس البايوميديكال إنجينيرينج سنوياً على حسب مقياس بي سكيل. بالنسبة لأمريكا تقريباً بيكون للي عنده خبرة 5 سنين بيكون تقريباً متوسط الدخل تبعه سنوياً 62,000 دولار، أو للي عنده خبرة ما بين 5 سنين و10 سنين بيكون تقريباً دخله 80,000 دولار. بالنسبة لأستراليا للي عنده خبرة ما بين 5 ل10 سنين متوسط دخله بالسنة تقريباً 56,000 دولار، ومتوسط الدخل سنوياً لهذا التخصص بتركيا تقريباً 14,000 دولار، بالنسبة للصين 36,000 دولار، ولكندا 75,000 دولار. أما ألمانيا فمتوسط دخلها لهذا التخصص تقريباً 78,000 دولار، فرنسا تقريباً 61,000 دولار، وبالنسبة لليابان 97,000 دولار. وهلا رح احكي عن اهم الجامعات اللي بتدرس هذا التخصص بتركيا ورسومها. بالنسبه لجامعه نيوزيل يونيفرسيتي بتدرس هذا التخصص تقريبا ب 4750 دولار، بالنسبه لجامعه بهش شهير بتدرس هذا التخصص ب 7900 دولار، بالنسبه لجامعه إشيك يونيفرسيتي بتدرس هذا التخصص ب تقريبا 3850 دولار، بالنسبه لجامعه ميديبول بتدرس هذا التخصص تقريبا ب 5850 دولار، وجامعه بيروني بتدرس هذا التخصص ب 7000 دولار. هيك أنا بكون وصلت لآخر الفيديو، بتمنى هذا الفيديو يكون فاتكم، وإذا عندكم أي استفسارات فيكم تتواصلوا معنا، كل إشي تحت بصندوق الوصف. وكمان إذا حابين كمان أعملكم فيديو جديد عن معلومة جديدة أو عن تخصص تاني أو عن أي إشي بخص الدراسة التركية، اكتبوا لي تحت بالكومنتات. بشوفكم فيديو جديد ومع السلامة.